قانون وفي حاجات تانية. وهي الحاجات التانية دي بقى احنا عايزين يطلع الأستاذ جمال علام أو أي حد من اتحاد الكورة بكل صراحة ووضوح وقوة، إذا كان يسعى للحفاظ على حقوق الأندية كما يدعي، أن يشرح لنا ماذا يحدث داخل اتحاد الكورة في هذه القضية المريبة. حطيتها بين قوسين، المريبة. 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 وما حدث في شركة الملابس مريبة برضو، بس بدون ما تذكر اسم الشركة عشان ما يبقاش اعلان. شركة الملابس بدون الاسم، هي كان برضو نتيجة أخطاء أعضاء اتحاد الكورة. حصل تدخل خطأ على الملابس وعلى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، تمام. ثم لا هنأجل الأمر، احنا رايحين كأس العالم إلى ما بعد كأس العالم. من 18 مليون خسرنا 900 ألف يورو سنويا. ثم وتم تحديد الملابس حضرتك لمدة 4 سنوات ب 800 ألف يورو. واحنا كنا هناخد 18. اتلغت 900 ألف يورو السنوية، اتلغت تمام. كمان. تمام. وأصبح الأمر مقصور على ملابس ب 800 ألف يورو للمنتخبات القومية لمدة 4 سنوات. يعني نقول ولا تعليق ولا مريب جنب ولا تعليق؟ لا ده بقى حضرتك مش ما كانش مريب، لا نقدر نقول ده كان نوع من عدم الدراية بالأمور. لا لما يجي وعدم يعني انت مش قادر تقرا الامور حواليك. لا ما يجي كان احمد جلال كان جاب معايا الاسبوع اللي فات، فبيقول لك جينا في يوم من الايام لبسنا التيشيرت 2006 من الشركه اللي قبل كده، الشورت 2008 تحت الشراب الجراب لبستها 2010، فالشركه قالت معقوله اللي بيحصل في الملابس؟ راحت عامله كروس علينا احنا وقفلت. وقالت لك ده هناك سبوبه. هو كان حضرتك كان في حاجات كتير اتقالت فيها، يعني احنا حضرتك كان والملابس اللي اتاخدت بعد حريق اتحاد الجبلايه و و و كلام كتير. كان في عرض حضرتك ان الانديه هتاخد الملابس وهتحط عليها شعار الشركه في خلال كراعي رسمي لل، وهنا حصل خلاف ما بين الراعي الموجود للاتحاد الكره والكلام الجديد. تدخل احد اعضاء الكره وهو تحديدا الاستاذ احمد منجاه وطلب تأجيل الأمر إلى إحنا رايحين كأس العالم هنفرض شروطنا، ولم نذهب إلى كأس العالم، ولم نذهب وضع كل شيء.